نروح للقلعه البيضاء. نادي الزمالك اخبرنا عنه في تدهور شويه ما بين العلاقات مسؤولي نادي الزمالك مع نجم الفريق محمد ابو جبل او حارس مرمى الفريق ومنتخبنا الوطني محمد ابو جبل، خاصه بعدما رفض اللاعب الجلوس احتياطيا لمحمد عواد في مواجهه القمه 124 امام النادي الاهلي واللي جمعتهم طبعا زي ما احنا عارفين مساء يوم الاحد الماضي على استاد الاهلي والسلام ضمن مؤجلات الجوله ال 20 من عمر مسابقه الدوري الممتاز واللي انتهت بالتعادل الايجابي بهدفين لكل من الفريقين. مجلس الاداره قرر ان هو يحيل ابو جبل للتحقيق لمعرفه الاسباب الحقيقيه وراء رفضه الجلوس احتياطيا في لقاء القمه. بلغه الكوره كده وكواليس الكوره ممكن في لاعب يستشف ان هو الفرقه مش في حالتها مثلا خليني اقول مش تحديدا الموقف ده، يقول لك لا يا عم احنا داخلين على لقاء القمه ده وابقى انا موجود والمفروض ده يعني الماتش ده بيبقى هو حاله من حاله استعراض اللاعبين للمنتج ده، يعني ده منتج اقوى منتج بيعرض فيه كل لاعب مواهبه عشان تبقى في منظر يعني في نوع من انواع وكلاء اللاعبين بيتابعوا بشكل كبير جدا عشان لو لاعب تلقلق في المباراه دي خلاص انتوا عارفين بيجي له احتراف وبيجي له عقود ويعني قيمته بتعلى بشكل كبير جدا. ففي لاعب يقول لك لا يا عم انا اخش ليه الماتش ده وانا حاسس ان الدنيا ممكن مش ماشيه مع الفرقه دلوقتي واشيل انا الليله، خاصه مركز حراسه المرمى. يعني مركز حراسه المرمى ده من المراكز اللي هو يقول لك ايه لو الخط الدفاع اللي قدامي انا حاسس ان هو في غيابات زي ما كان محمود علاء في غيابات والونش مش في حالته عشان تعبان وايه والناحيه اليمين ما فيهاش وسيد نمر لسه، فيعني ممكن يكون حد بيحسبها بهذه الشكلة دي في لغه الكوره على فكره وده بيحصل يعني. فبناء عليه انا هقول خلاص انا كده كده كنت في اصابه وكان عندي ارهاق وهقول انا عندي ارهاق. بناء عليه طرأ لمجلس اداره نادي الزمالك انه يحلوا للتحقيق ويسالوا فيما هو منسوب هذا الامر، ان هو هل قاعد عشان فعلا اجهاد واللجنه الطبيه تقر ده ولا قاعد عشان زي ما بعض الكلام بيقول ان هو مش عايز يبقى موجود في المباراه دي خوفا من يكون لسه في نتيجه ممكن يتلقاها نادي الزمالك على عكس ما حصل في المباراه وكانت مباراه نادي الزمالك فايق فيها. لسه مع نادي الزمالك بقى ولكن المباراه دي على الانتقالات زي ما احنا قلنا مين على رادار الاهلي كان مغربي وعلى رادار الزمالك تونسي. كشفت وسائل الاعلام التونسيه عن رغبه مسؤولي نادي الزمالك في التعاقد مع نعيم سليتي نجم المنتخب التونسي وفريق الاتفاق السعودي خلال فتره الانتقالات الصيفيه المقبله، وده اللي اكدت الصحف التونسيه انه تلقى اللاعب العديد من الاتصالات من جانب مسؤولي نادي الزمالك من اجل اقناعه باللعب للقلعه البيضاء خلال الفتره المقبله. واكدت صحيفه الصباح التونسيه على ان اللاعب ضمن اهتمامات نادي الزمالك اللي بيسعى للتعاقد مع اللاعب من بعد ما رشحه طبعا فرجاني ساسي زميله في المنتخب التونسي، وبيسعى الزمالك لتدعيم مركز الجناح الايسر في ظل رغبه اشرف بن شرقي في الرحيل عن الفريق بسبب عدم الوصول لاتفاق على المقابل المادي اللي بيحصل على النجم المغربي نظرا لاستمراره مع القلعه البيضاء. لسه موضوع بن شرقي عايز انا اقول لكم لسه قائم في التفاوض، لسه قائم في ان هو يكون موجود في نادي الزمالك، مفيش قرار نهائي في انه يمشي. وايضا عايز اقول لكم ان احنا هنا في مصر الدوري المصري مش بس بقى فريق اهلي او زمالك او زمالك او اهلي، اصبح لكل اللعيبه اللي في شمال افريقيا يعني الاحتراف في مصر زي ما انت محترف في اي دوله عربيه او كمان بعض الدول الاوروبيه. الدخل هنا في مصر بالنسبه لهم عندنا يعني كم من اللعيبه التوانسه والمغاربه موجودين في الدوري المصري اللي بياكد على ان احنا اصبحنا دوري فعلا محترفين، والقيمه اللي بتدفع للمحترفين بشكل يمكن توازي او تضاهي الدول العربيه اللي كانت هي الاعلى في الاجور للاعبين. لسه مكملين اخبارنا ولكن مع نادي الزمالك مفاوضات جاده جدا من نادي الزمالك ايضا مع عمرو السيسي لاعب وسط فريق طلائع الجيش، وقلنا الكلام ده من فتره من اجل التعاقد مع اللاعب خلال فتره الانتقالات الصيفيه المقبله في ظل اقتراب طارق حامد من الرحيل عن القلعه البيضاء زي ما احنا عارفين هو محول للتحقيق والاخر في نهايه الموسم الجاري. بالرغم من المفاوضات المتقدمه التي خاضها الاهلي مع عمرو السيسي الا ان مسؤول نادي الزمالك قرروا الاصرار على ضم عمرو السيسي لتدعيم خط وسط الفريق، كده هنلاقي سعر عمرو السيسي هيختلف عما كان معروض. زي ما احنا عارفين نادي الزمالك زيه اي نادي بيحاول ان هو يعني يشوف مصلحته فين وبيحاول يفاوض اللاعب لضمه خلال 3 سنوات قادمه، وتحديدا ان كان اللاعب في صفوف نجوم المستقبل اللي صعد للدوري الممتاز في تلك السنه، ولكن لم تكلل المفاوضات بالنجاح
وقتها لما كان نادي الزمالك عايز يضمه قبل الانتقال لطلاع الجيش. هنشوف ايه اللي هيحصل، هيبقى ميركاتو ساخن جدا جدا. انا عايز وانت عايز، واللي هيفصل في النهايه الرقم الكبير اللي هيبقى الى حد ما ممكن يكون مبالغ فيه عشان اقتنص الصفقه، سواء احصل على خدمات اللاعب في الملعب واحصل على نوع من انواع الاسترضاء للجماهير. وللاسف هو ده بيحصل في بعض الصفقات، خلينا نكون واضحين مع حضراتكم.